أنا من يوم ما عرفته وهو عم يعد لي نفس الجملة، حضرته لا بيتقبل الغلط ولا بيتحمل الناس اللي بتغلط. طيب وشو مشان التصرفات الغلط اللي هو عم يساويها؟ هو عادي يغلط؟ لو بتشوفي شكل أولاد أخوه كيف بيوافوا خايفين منه ما حدا عم يفتح تمه بكلمة، مو بس هيك تخيلوا. ستي حبيبتي طول الوقت عم يعصب عليها ويخانقها ويزعلها منه، وبيضل طول الوقت عم يسألها شو أكلت وشو شربت، كأنه إذا أكلت زيادة بتخلص المونة. شو بدي قلك؟ المفروض نحنا نكون عيلة ولا أحلى من هيك، بس للأسف عمو متعبنا ومو مخلينا نعيش مرتاحين ولا لحظة. ايه وين رايحة أختي؟ خليكي لسه ما خلصت، اقعدي. لا اجي. شفتي ستي؟ لازم يضل عم يبهدل فينا، وإذا اجينا لنواجهه بيهرب فورا. معك حق بكل يلي حكيتي، ايه أنا طلعت كتير غلطان بحق هي العيلة، لا بعرف أوجاعها ولا حاسس فيها. صح. بما إنه أنا شو قلتي عني؟ قلتي إنه أنا ما بعرف غير عصب عليكن وأعطيكن أوامر؟ طيب مو مشكلة، أنا هلأ بدي منك تحاولي تصلحي كل الأمور يلي برأيك أنا عم أغلط فيها. لهيك قررت اعتباراً من هي اللحظة وطالع اعتمد عليكي وسلمك كل مسؤوليات هي العيلة. كل شي صار بإيديكي. اللي سوا. إذا بتريدوا الكل يركز ويسمعني كتير منيح، حمات العيلة قدان أكشات جيندال رح تدير كل الأمور نيابة عني من هي اللحظة. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.